لو انت في البيزنس مجنون ودايما عندك افكار خارج الصندوق، وارد جدا ان انت في فترة من الفترات تكسب كتير وفترة من الفترات تفلس زي حالاتي. ده حل البيزنس، ساعات بتعلى قوي وساعات تخسر، تنزل كلها تخسر كل حاجة. فلما تفلس وتوصل للصفر وعايز بقى تتحرك ترجع تاني، الحركة من الصفر علشان توصل لأي فلوس تخليك تشتغل دي أصعب حاجة. يعني ممكن لو معاك 10 مليون، ال10 يكونوا 20 و30 مليون، ده سهل جدا. لكن فكرة ان انت توصل للألف الاولى او ال100 ألف الاولى ده بيبقى صعب جدا. لما تفلس ارجع للتقليدي، اسهل طريقة بتتعمل لكسب المال اعملها. شوف اغبى واحد في منطقتك بيكسب فلوس واعمل زيه. ولما تكسب ويكون عندك الباسيف، الفلوس الاساسية اللي تخليك تقدر تقضي مصاريفك، اعمل افكارك المجنونة تاني زي ما انت، وهتوصل ان شاء الله. مع السلامة.